حضر اليوم في هذا الافتتاح او لونسمون ديال العمل الجديد ديال الطاكسي ابيض. بيان سور غنحب عن متمنياتي بالتوفيق والنجاح لكل الناس اللي شاركوا في هذا العمل هذا. يعني المفروض انه دائما حنا كفنا نعاونوا بعضياتنا، اللي غيدير شي حاجه يجي الاخر حتى هو يوقف معاه ويساندو ويتمنى له التوفيق، هذا اقل شيء في حق بعضياتنا كيف ما كنقولوا. فيربي التوفيق والنجاح لكل الناس اللي ساهموا وشاركوا، من الممثلين من التقنيين من الاداريين من الانتاج في هذا العمل الجميل طاكسي ابيض. سميه زوينه لانه حنا كنا ركبنا في الطاكسيات وكنا عندنا ذكريات في الطاكسيات. فالله يوفق الجميع والله يجعل ان شاء الله هذه البدايه تكون بدايه الخير لهم كاملين ان شاء الله. انا واحد الوقت لانه دوزت واحد المده من خلال مشاركتي ببرنامج سوبر ستار العرب في لبنان، عشت ما بين بيروت دبي القاهره، كنت كنلقى بانه كنقول يا ربي واحد النهار نوصلوا حتى حنا الاعمال ديالنا يولي تضرب بها المثال، يولي عندنا انتاجات كبيره. فعلا الحمد لله انا دابا فرحان والحمد لله ولا تيكيتلج الصدر انه بدينا كننافسوا الدراما العالميه. هذا شيء جميل. مشاركتي بالتمثيل كانت شحال هذه، من خلال وليدات كازا، من خلال الزواج الثاني، من خلال يما مع مجموعه ديال المخرجين الكبار، ونتمنى ان شاء الله تعاود ان شاء الله ان شاء الله نتمنى التعود انه لما يجيني شي اوفر اللي هو فريمون او لا شي اقتراح او لا شي دور اللي فريمون نزيد به شي حاجه ليا والجمهور ديالي. كيبان لك مستقبل الممثل المغربي؟ حاليا كنشوف انه الممثل المغربي او المشارك في الدراما المغربيه نقدر نقول بانه حاليا يعني يقدر ياكل الخبز في هذا المجال، لان تبارك الله ولا المجال واسع ومجال كبير بزاف. الجديد ديالي كان عار الله عيونو، اغنيه اللي كنت صورت على شكل فيديو كليب، وايضا مساري اللي الحمد لله مؤخرا لقات واحد النجاح واحد الانتشار كبير. هذو جوج الاعمال كنفتخر بهم، نتمنى ان شاء الله يكونوا في الخير عليا ولا كل الناس اللي شاركوا معي في هذو جوج الاعمال، والله يوفق الجميع. والله يجعل البركه. جوج الاعمال داروا في نفس السيمانه، راه فريمون خصني نكون واقيلا بلايري واقيلا باش ندير كسر. دابا الحمد لله جاي الصيف، جاو المهرجانات، جاي الجوالات، وان شاء الله بيان سور في البدايه ديال الموسم ان شاء الله نديروا اعمال جديده ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.